شوف مستقبلك يا مروان. امال ايه يعني اللي حصل؟ كانت لسه بتكلمني امبارح. اديك قلت كانت بتكلمك امبارح والنهارده اتخطبت. تلاقيها بس ما كانتش مالي ايديها من العريس. شوف مستقبلك يا مروان. هبني دول ستات قادره. يعني كل اللي بينا ده كان وهم. معلش يا صاحبي. بكرة إن شاء الله هتبقى نجم كبير وهي اللي هتندم عليك. منورين يا حبايبي، منورين يا حبايبي، يا حبايبي، يا ايوه يا استاذ رأفت. والله يا استاذ رأفت زي ما قلت لحضرتك، بنتك عمرها ما كانت تعرف شباب ولا كل الكلام اللي قالته شيرين ده. يعني كل ده كدب في كدب. دي انسانه مريضه حقيقي مش طبيعيه. طب اقول لحضرتك على حاجه؟ عارف سماح دي زميلتي معايا في كليه الطب، دي جالها مرض جلدي بسبب حقد وحسد شيرين عليها. انا مره فعلا سمعتها وهي بتتخانق مع سحر، بس الصراحة يعني سحر ما كانتش بتسكت لها خالص، ما كانتش بتفوت لها كلمة. أنا عارف يا بنتي، بنتي كان بتحكي لأمها على كل حاجة، لكن المشكلة إن الضابط مصدق كلام شيرين. فاكر إن بنتي هربت مع واحد بتحبه وبتدور عليه. لا 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 والله يا عمو، عمر ما الكلام ده ممكن يحصل. بنت حضرتك طيبة وجدعة وعمرها ما تعمل كده. وأنا برضو يا عمو معاك في أي حاجة، أنا تحت أمرك. بص يا نيلي يا بنتي، احنا مش هينفع نتكلم في التليفون، انا ممكن اجيلك الجامعه واقول لك هتساعديني ازاي. خلاص ماشي.
يا ام شهاب، ام شهاب. ايوه يا مدام. انت فين يا ولاي؟ انا هو عاوزه حاجه من فريده. عنده صداع فظيع، عايزه فنجان قهوه دبل تجيبه لي على المكتب ضروري. غريبه، انت دايما بتعملي قهوتك بنفسك، عاوزاني اعملها لك المره دي ليه؟ حابه كدبه، عايزه اشرب فنجان قهوه من ايدك جوه المكتب، في مشكله؟ حاضر حاضر يا مدام فريده، طالما عايزاني اعمل لك قهوتك بايديا يبقى دماغك شغاله في مصيبه وعايزاني فيها. ربنا يستر. زود المايه من عندك يا عمرو شويه، المايه ضعيفه جدا. صباح الخير. صباح الخير يا هان. اقفل يا عمرو المايه من عندك. صباح الفل يا هان. انا حضرت كل حاجه قلت عليه، الصنبار حضرته في المكتب زي ما حضرتك امرتي بالظبط. تمام، بس انا عايزه ورقه من الصباره دي كمان. انا هجيبها لسعادتك. لا 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 لا، هتتعوري. هي الضفدعة دي جت منين؟ تلاقيه جه من الشارع. شارع ازاي؟ عمر الضفدعة ما بتبقى في الشارع، الضفدعة يا اما بتبقى في الترعة يا اما بتبقى في الغطاء. لكن هي جت منين؟ ايه ده؟ هي راحت فين؟ انت بتسأل اسئلة كتير. عم ريحان جاي امتى؟ أبويا من ساعة ما سافر وهو تعبان شوية. ألف سلامة عليه. يبقى خلي بالك من الزرع اللي هناك ده، محتاج يتسيح. ويدور على ايه؟ هو انت بتدور على ايه؟ ها؟ بدور على ضفدعة. ضفدعة هنا؟ ايوه، انا شفت بعينيا الاتنين دول ضفدعة هنا. معرفش راحت فين. نطت في وش شيرين وبعد كده اختفت. نطت في وش شيرين بعدين اختفت؟ ايوه، دي مسكتها بايديها وكانت هتبصها من خدها كمان. بتلاقيها طبعا خربت الدنيا. خربت الدنيا ايه دي؟ ولا كانها حصلها اي حاجه. بنات مصر يا عم مارو جامدين. لا شايفين بنت اللي اسمها شيرين دي فيها حاجه مش طبيعيه. فعلا فيها حاجه مش طبيعيه. حبيبتي يا توحشيني. انت كمان حبيبتي قلبي. بقول لك ايه يا احمد، خلي بالك منها، انا مطمنه عليها عشان انت معاها. ما تقلقيش، في عينيا يا ست الكل. الله يخليك ويسلم عليك يا حبيبتي. ما تخافيش، مش عايزاك تعيطي، انا اول ما اوصل هكلمك واطمنك عليا. دي ربي يخليك يا حبيبتي. ولو احتجت اي حاجه كلميني، المشوار ساعه ونص، ساعه ونص وهتلاقيني عندك على طول. ربنا يسترها معاك ويكرمك، ربنا يخليك يا احمد. واعملي حسابك المره الجايه هتيجي عشان تشوفي الشقه بقى وتقولي لي رايك ايه. يا اخويا بلبي عجبها خلاص. لا تعجبك انت قبل ما تعجبها. بصراحه يعني انا بفكر اخد شقه مفروشه كده تقعدوا فيها انتوا الاثنين لحد ما اظبط شويه حاجات في الشقه وبعدين ننقل على طول. يا سلام، ده ايه بقى القرارات المفاجاه دي؟ مش يمكن ما تعجبنيش ولا حاجه؟ لا ما عندناش بنات تقول رايها، واسالي ماما. يا سلام، شفتي على اي الحالات يا حبيبي
هي طالما عجبتها يبقى خلاص، وبعدين ما تكلفش نفسك حاجه، انت لازم توفر كل قرش للشقه. انا عامل حسابي على كل حاجه، جهزي نفسك المره الجايه هتيجي معانا والكلام ما فيهوش كلام. انا بس عايز اسالك سؤال صغنطوط قد كده. اتفضلي. هو في حد في عيلتكم يعني عنده عرق صعيدي وانا ما اعرفش؟ انا. ازيك يا مروان؟ اهلا يا صباح الفل. ازيك يا استاذه نيلي؟ ايه استاذه دي بس، انا مش كبيره قوي كده. هو انت طالع تجيب حاجه من بره؟ انا كنت خارج سوبر ماركت اجيب شويه حاجات كده وراجع على طول. لو انت محتاجه اي حاجه قولي لي واجيبها لك. انا كنت بس عايزاك ثواني. ماشي اتفضل. ايه انت فين؟ انت عند السوبر ماركت اللي قدام الدار. طيب خلاص ماشي انا جايه. اصل انا عندي امتحان مهم بكره وصاحبتي جايبه لي كتب مهمه يعني عشان الامتحان، وهي كمان عند السوبر ماركت، فانا ممكن اجي معاك. طبعا طبعا اتفضلي. اوكي. انت بقى بتدرسي ايه؟ انا بدرس صيدله. والله طب احنا بعد كده بقى نقول لك يا دكتوره، نقول لك يا استاذه. ان شاء الله. وفي سنه كام بقى؟ انا في سنه رابعه. انا حاسه ان انا مبسوطه قوي، انا السعاده اللي انا حاسه بيها مش عارفه اوصفها لك ازاي، قلبي طاير من الفرحه. انت اكتر فرحه انا كنت مستنيها في حياتي. الحمد لله ربنا رزقني بيها. ربنا يخليك لي. ويخليك لي يا حبيبي. ما اقدرش اعمل كده يا مدام فريده. اسمعي كلام وما تخافيش من شيرين. الله، ده انا برضه فريده ممتاز ولا نسيتي؟ لا ما نسيتش حاجة، وبعمل كل اللي بتطلبوه مني، بس لحد شيرين ولا ايه؟ للدرجة دي انت خايفة منها؟ ايوة بخاف منها ومنك ومن كل حاجة في الدنيا دي. حتى خليتوني بدأت اخاف من خيالي. خليكي في صفي، وانت عمرك ما هتخافي من حد لحد ما نلاقي اللي احنا عايزينه، ساعتها انا هقدر على شيرين. طالما تقدري عليها يا ما تدخلينيش وسطيكم، خليني اعرف اعيش اليومين اللي فاضليني بعيد عن اذى شيرين. ونصيحه ليكي، فكري الف مره قبل ما تدخلي في مشكله معاها، شيرين مش سهله وغضبها وحش. للدرجه دي نسيتي حق ابنك ومراته وعياله؟ بلاش تدخلي لي مسكه حق ابني ومراته وعياله. انا اسفه مش هقدر اكون في صف حد على حد. يا خساره، انا كنت عايزه احط ايدي في ايدك على الأقل عشان ناخد حق الميتين ونريحهم في قبورهم. لا الميت مرتاح ولا العايش مرتاح، كله محصل بعضه. عن إذنك يا مدام فريدة. جبانة غبية. لا 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 مش قادر اصدق اللي حصل ده. ولا انا والله. موتني ده. انا كمان. انت اتبسطتي؟ انا انبسطت قوي. اهم حاجه ان انت تفضلي مبسوطه كده على طول. مساء الفل. مساء الخير. ايه ده؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. امال فين هناء؟ اصل انا بابا كان مسافر فرجعت معي. انا احمد هيوصلها، خلاص اتخطبوا. فعلا؟ الف مبروك. الله يبارك فيك. لا 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 استني، تعالي هنا، انا لازم اعرف اللي حصل بالتفصيل. ماشي. طيب ادخلي انت دلوقتي، ولو احتجت اي حاجه بيكلميني. ماشي اوكي، هبقى اكلمك. اوكي باي باي. باي. يلا يلا. الله، هو في ايه يا دكتوره؟ متفهمين. هقولك، سحر اللي كانت ساكنه معانا في الاوضه اللي جنبنا باباها بيدور عليها، وانا بصراحه يعني قررت ان انا اساعده، فمروان هيجي بكره ونقابله. طب وانت مالك؟ بصي انا مش عايزه اكون سلبيه، يعني انا فعلا عايزه يكون ليا موقف، وبعدين يعني انا حكيت لمروان وهو اهتم جدا بالموضوع وقرر ان هو يساعدنا. الله 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 الله، هو ايه حكايه مروان معاكي بالظبط؟ يعني هو عسل كده، دمه خفيف
تحت معاه في الكلام. واضح كده يعني ان في حاجات كتير حصلت واحنا مش موجودين. ابدا يا ظريفه، هو بس كده يعني استلطف مش اكتر. واضح انه استلطاف. طيب انا هقوم بقى دلوقتي وابقى ارجع اشوف موضوع الاستلطاف ده بعدين. سعيد يا حبيبي، انا عايزك في خدمه، بس اللي هقوله لك ده سر. انا عايزك تشوف لي واحده كده هوت كويسه تشتغل معايا، تقدر؟ هو انت هتمشي مشاهد ولا ايه؟ انا قلت همشي حد، انا عايزه واحده تشتغل معايا، انا تبقى عين ليا انا. امال انا رحت فين؟ ده انا عينك وايدك ورجلك وقلبك يا خالتي. يا قلبي يا روح خالتك، ما تنفعش يا حبيبي. انا عايزه واحده تبقى عينها على بنات الدار. ده انا كل يوم عيني على بنات الدار وانا بعمل حاجه غير كده؟ ما دي مصيبتك يا رب. الضغط الضغط ايه بس؟ واديني فرصتي، ده انا رئيس الام ده هنا كده. طيب يا رئيس الام، انا هطلب منك حاجه ثانيه، بس بقى لو جدع اعملها صح. انت طبعا عارف شيري، انا عايزك بقى ايه تراقب شيري، تمشي وراها تشوفها بتعمل ايه، بتكلم مين، بتنزل الجنينه تعمل فيها ايه، ولو تعرف تصورها صورها. اصورها؟ ده انا حلم عمري ان انا اصورها من زمان. مش فاهمه. ده انا هصورها لك شويه صور، هصورها لك بقى وهي في الحمام بقى بتاخد شاور بقى كده. يخرج بيت شيطانك، هي حصلت لي كده؟ بلاش كده، هصورها لك بقى في اوضه النوم وهي نايمه على السرير بقى. اوضه نوم ايه؟ امشي امشي امشي، غور من وشي. خلاص خلاص، اديني بس فرصتي ومش هتندمي. والله انا عارفه ان انا هندم. شيرين، يا ليل. مارو يا مارو، يلا انا جبت الاكل اهو عشان ناكل لحسن، انا ميت من الجوع. لا عمر مليش نفس كل انت. مالكش نفس؟ اوعى تكون بتكتب لوردة. وردة مين يا ابني؟ ما بتكلم مين؟ لكش فيه. شفت مين؟ طيب او ما ناكل جوه لوحدي. يا سيدي عبدلع. عرفت انت ليه شبعان. كمل يا مارو كمل. يا عم اخلص، انت مش قلت داخل تاكل؟ يا عم داخل انام اهو. يلا خش تصبح على خير. وانت من اهله يا اخويا. يا نهار ابيض. ايش يا عم مارو، وحشتيني يا حبيبتي، وحشتيني قوي. تمري علي البيت، دخلة وخرج علي. يا رب يسعدك، يا رب يهنيكي، يا رب يسترها معاك يا روح قلبي، ويفرحك يا حبيبتي وينجحك يا رب. عارفة نيلي قررت تساعد الراجل يلاقي بنته. تعرف انا فكرت في ايه؟ ايه؟ أحمد ابن خالته ضابط في الأمن الوطني، أنا قررت أحكي له على كل حاجة وهخليه يدور ورا اللي اسمها شيرين دي ويعرف سحر راحت فين وسماح حصل لها إيه. إحنا مش اتفقنا ما لناش دعوة بالكلام الفارغ ده وإننا نمشي من الدار دي أول ما نرجع من الصفا؟ مش لما لقينا مكان الأول؟ وبعدين تراهنيني بقى إن شيرين دي وراها بلاوي متلتلة؟ أنا بقى مش هرتاح غير لما سحر أعرف إيه اللي حصل لها وراحت فين. نيلي شاكة إن شيرين ممكن تكون عملت فيها حاجة. هي بصراحة عقودة وغلاوية، بس يعني مش هتوصل للدرجة دي. وحتى لو عملت فيها حاجة، طب ودت الجثة فين؟ الموضوع فعلا غريب، وما راحت فين؟ تعرف انا شاكة في ايه؟ ايه؟
ممكن تكون لبستها تهمه وحبستها. لا كان ابوها عارف، ابوها محامي. صح. ما راحت فين بنت؟ ايه تفتكري هتطلعها في طاس وحرقتها زي سماح؟ بطلي هبل بقى والكلام الفارغ ده. بطاس ايه وزفت ايه؟ ويا خبر النهارده بفلوس. عموما بقى سيبك من الهبل ده كله، انت نزلتي صور فرح على الفيس، كنت زي القمر. اه شفتيها؟ جميله. قولي لي بقى، هو احمد ناويين تتجوزوا بعد الترم على طول؟ بصي هو كان عايزه فعلا قبل الترم، بس انا قلت لا استنى بعدين، لان انا مش جاهزه. هو جاهز وعنده شقته ومامته، حتى مش عايزاني اجيب اي حاجه، بس انا مش حابه ادخل كده وانا مش جاهزه. يا ستي شوفي ايه اللي ناقصك وننزل نجيبه سوا. ماشي عقبالك يا منى. حبيبتي انا فرحانه قوي. يا مارو يا مارو يا عم مارو، عايز ايه عايز ايه اللي مارو مارو مارو؟ يلا بينا يلا بينا. على فين؟ عندنا كاستنج يا ابني. ولك يا عمرو. ايه ايه يا مروان، انت النهارده هتروح لوحدك؟ اروح لوحدي؟ ليه؟ خليك جدع. ايوه ايه السبب؟ اصل انا اصل انا بص انا عندي ميعاد مع ميلي. اسمع ما تفهمش غلط يا ابني بقى، بطل بقى شرب سجاير دي. ركز معايا، هو الموضوع ايه؟ قلبك ده؟ لا مش حكايه قلبي ده ولا حاجه. اسمع بقى ما تبقاش غلس، هي حاله انسانيه. زي ما تقول كده يعني، واقف جنبها كده في موضوع ان شاء الله ربنا يتممه على خير. ادعي لي انت بس. ربنا يوفقك يا عم الشيخ. ربنا يكرمك يا عم، ادعي لك من كل قلبي. بس خد بالك بقى، عشان ست الشيخه في صيدله وبتدي حقن في في العضل، يعني ما اقصدش حاجه، ما اقصدش لازم. انا اخلص. ماشي يا مارو، قلبه ده ابن الله. الو ايوه يا استاذ رأفت. اه انا عارفاه. طيب انا 10 دقايق وهبقى عندك. اوكي باي باي. معلش انا اتاخرت عليك. لا ولا يهمك، المهم احنا نقابله فين؟ في كافيه قريب، هو بعت لي اللوكيشن. طيب ماشي. حد شافك وانت جايه؟ لا مفيش حد. كويس تعالي.